إدارية جديدة بتوقعها النهاردة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية خاصة بالحلول الذكية داخل العاصمة الإدارية الجديدة. هنتكلم ونعرف كل التفاصيل دلوقتي مع اللواء أحمد فهمي، مدير عام شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. أولاً ألف مبروك على الاتفاقية وإمضاء العقد النهاردة وإحنا قاعدين، يعني كنا بنحضر ده مع حضرتك. لو تكلمنا وتدينا نبذة عن الاتفاقية دي عبارة عن إيه؟ إحنا النهاردة على هامش مؤتمر الكوب 28 اللي بيهتم بتغيرات المناخ في العالم. كل رؤساء العالم وكل المختصين جم عشان يحاولوا يقللوا من انبعاثات الكربون وتغير المناخ في العالم. احنا النهاردة سعداء جدا بتوقيع اتفاقية شراكة كاملة بين احد عمالقة التكنولوجيا في العالم وهي شركة أتوس الفرنسية وبين شركة العاصمة الإدارية. الحقيقة الاتفاقية دي بتهدف ان شركة تشكيل تكوين شركة مشتركة بين العاصمة الإدارية وبين أتوس، بتهدف للقيام بأعمال تشغيل وصيانة كل البنية التحتية الذكية وأنظمة التكنولوجيا الموجودة في العاصمة. احنا عارفين ان العاصمة الإدارية فيها بنية تحتية ذكية على أعلى مستوى وحصل فيها استثمارات كبيرة جدا، فكان لازم نحافظ على أعمال الصيانة والتشغيل لهذه البنية الذكية لأعمال التشغيل الحالية والقادمة إن شاء الله. طب يا فندم إيه الخدمات بقى اللي هي هتقدمها الشراكة دي النهاردة في العاصمة الإدارية؟ اسمحي لي قبل ما أقول الخدمات اللي هتقدمها، إحنا الأول وإحنا بنعمل هذه الشراكة بنهدف منها كمان إن إحنا نبني جيل من المهندسين في مصر بيتعاملوا مع أكبر عمالقة التكنولوجيا وأنظمة التكنولوجيا في العالم. بقى عندنا إحنا مستهدفين يبقى عندنا ناس عندهم قدرة على التعامل مع التكنولوجيات الحديثة اللي إحنا عملنا فيها استثمارات، وإحنا في كل ده وجهنا متوجه ناحية الاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون. إحنا في شركة العاصمة هنتبنى إن أي مطور من المطورين اللي إحنا اتكلمنا عنهم قبل كده هيتبنى نفس النهج ويبقى الكومباوند بتاعه أو المبنى بتاعه مستدام وبيهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، هنديله حزمة من الحوافز اللي تساعده على إن هو يخلص الكومباوند بتاعه ويديره بسلاسة. أنا شايفة مع حضرتك خلال الزيارة هنا للإمارات والكوب، حضرتك أنتوا معاكوا مهندسين كتير من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، هل ده هدف ان احنا بنطور المهندسين كمان احنا هو ده الهدف الاساسي طبعا لنقل الخبرات الموجوده في الدول المتقدمه واللي سبقتنا فيها دول كتير ان احنا ننقلها لشركه العاصمه الاداريه، وخاصه ان انا دلوقتي داخل على تصميمات المرحله الثانيه والثالثه والرابعه في العاصمه الاداريه، فلازم الكلام ده يبقى متضمن في هذه التصميمات الذكيه. نرجع لسؤال حضرتك بقى ان ايه الخدمات اللي بتقدمها. احنا بنقدم خدمات تكنولوجيا، احنا قلنا للمستخدم العادي هيقدر يبقى عنده موبايل ابلكيشن، الموبايل ابلكيشن ده هيقدر يحصل منه او ياكسس منه على كل الخدمات اللي بتقدم ليه زي استهلاكات المياه والكهرباء والغاز، هيقدر منه يعرف الايفنتس اللي بتحصل في شركه اللي في العاصمه الاداريه، يقدر منه ياكسس البنك اكاونت بتاعه او الحسابات البنكيه بتاعته. عندنا كمان في داتا سنتر، اكبر داتا سنتر موجوده يمكن في مصر دلوقتي موجوده في شركه العاصمه، وبدانا نؤجر منها اماكن على 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 سكيل تجاري، فده كله هتبقى خبرات هتساعدنا فيها أتوس ان شاء الله في اعمال التشغيل والصيانه في المرحله الاولى. كل ده يا فندم احنا عاملين له بنيه تحتيه اساسيه يعني من بدري داخل العاصمه الاداريه في المرحله الاولى. تمام كده، احنا عندنا بلاتفورم زي ما بنقول او البنيه التحتيه الذكيه السمارت انفراستراكشر اللي هي مهيئه ان هي تستقبل كل الانظمه التكنولوجيه اللي هتتبني عليها ان شاء الله. ده احنا حددناه والنهارده هنبدا بقى تفعيل الخدمات. تمام. للمواطنين. تمام، هل ده صحيح؟ فعلا ان شاء الله احنا قريبا باذن الله هنطلق الموبايل ابلكيشن وهيبقى مرتاد وساكن العاصمه الاداريه هيبقى له الحق على الدخول هذا الابلكيشن ويقدر منه يعرف كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا. حضرتك ليه الاختيار وقع على شركه أتوس؟ اولا أتوس هي مفاوضات كانت طويله جدا، أتوس احد عمالقه العالم في انظمه التكنولوجيا، عندها ماركت شير كبير جدا في العالم، وهي الحقيقه هم لما جم احنا فضلنا بين عروض كتير اتقدمت لنا، انما لقينا ان أتوس من احد الناس المتواجدين في السوق المصري والسوق الاقليمي والسوق العالمي بكثره، وعندهم استعداد الحقيقه هم منفتحين معانا وهيدلنا تكنولوجيات الحقيقه كان في غيرهم كتير مش هينقلنا. يعني النهارده شركه أتوس مش نازله العاصمه الاداريه علشان مبنى او اتنين، لا هي المدينه بالكامل او المرحله الاولى خلينا نقول بالكامل، وكمان مش نازله عشان تشتغل عندي. انا الحقيقه مش عايز حد يجي يشتغل عندي، عايز حد يجي يشتغل معايا
يقل خبرات المهندسين بتوعي وفي نفس الوقت يقلل تكلفة أعمال التشغيل والصيانة على العاصمة الإدارية. إزاي هنحافظ الفترة الجاية على التكنولوجيا وأحدث التكنولوجيا داخل العاصمة الإدارية الجديدة؟ ده سؤال مهم جداً، لأن إحنا في المرحلة الحالية هي مرحلة التشغيل الحقيقي. البناء، إحنا في مرحلة البناء. مرحلة البناء يمكن نقول إحنا استلمنا من سنة تقريباً حاجات كتير جدا كانت مكتملة في البناء، ولكن مرحلة التشغيل هي دي اللي بتظهر فيها بعض المشاكل اللي بتظهر أثناء التشغيل الحقيقي. ومهمتنا إن إحنا يبقى عندنا جاهزين عشان نقدر نعمل أعمال الصيانة المحترفة اللي تحافظ على الأسيتس بتاعت شركة العاصمة وتطيل العمر الافتراضي للمباني وتطيل العمر الافتراضي للبنية التحتية اللي احنا عملنا. صحيح، التحول الرقمي ويعني المدن الذكية، كل اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة ده، هل بيحافظ على الاستدامة مثلا، بيوفر لنا كتير؟ انا حابب حضرتك تقول ده تاني للمشاهدين. الحقيقة يعني ان تقليل انبعاثات الكربون بقى هدف عالمي، واحنا في شركة العاصمة زي ما قلنا بندي حوافز للمطورين اللي بيعملوا الكلام ده. صحيح، من اول يوم. صحيح، احنا اتكلمنا عن اول برج هيبقى فيه صفر انبعاثات كربون يمكن في المنطقة العربية بالكامل، في منطقة شمال أفريقيا هيبقى موجود في العاصمة الإدارية، وده وقعت أوراقه خلاص مع مصمم برج خليفة بما أننا هنا في الإمارات. فده هيفتح كمان وجه للشراكة بيننا وبين مكتب أدريان فيميس مصمم برج خليفة، إن إحنا يبقى عندنا ما يسمى بكربون لاب عندنا في العاصمة. يبقى أي كومباوند أو أي مطور هيبقى المبنى بتاعه أو الكومباوند بتاعه بيسير في اتجاه الاستدامة وتقليل انبعاثات الكربون. في طرق كتير لتقليل انبعاثات الكربون زي ما احنا عارفين، تقليل استخدام الوقود الأحفوري اللي هو الفحم والمشابه. إحنا بنستخدم مصادر الطاقة المتجددة زي استخدام السولار بانلز اللي إحنا اتكلمنا عنها فوق أسقف المباني. إحنا عندنا إلزام لكل المطورين إن 50% من أسقف المباني لازم تبطب الألواح الشمسية عشان استخدام طاقة الشمس. كل ده بيوفر الطاقة وبيوفر لنا انبعاثات الكربون. صحيح، فضلا عن المساحات الخضراء كبيرة جدا اللي احنا بنتبناها في العاصمة الإدارية. احنا قلنا قبل كده النورم اللي عايزين كلنا نحفظه ان كل مواطن هيعيش في العاصمة الإدارية هيستحق 15 متر مسطح من المسطحات. ده 15 متر قدام بيته مثلا يعني حضرتك؟ اجمالا احنا هيعيش عندنا مليون مواطن، يبقى المليون مواطن دول هيبقى لكل واحد فيهم 15 متر مسطح من المسطحات. العاصمة الإدارية الجديدة، المدينة الذكية، أو خلينا نقول إنها أول مدينة ذكية موجودة في مصر دلوقتي، لو حضرتك تفكرنا ونبقى بنراجع تاني مع بعض المشاهدين، إيه الخدمات الذكية اللي هتبقى موجودة بالفعل الفترة الجاية كده في العاصمة الإدارية؟ مش هيبقى فيه حاجة ما فيهاش. صحيح، إحنا مستهدفين إن شاء الله هتبقى المدينة بالكامل بيبرليس، وزي ما قلنا هيبقى فيه موبايل أبليكيشن. لو أنا ساكن في العاصمة هيبقى عندي يوزر نيم وباسورد أقدر أدخل على الوحدة بتاعتي سواء كانت فيلا أو كانت شقة، أقدر أعرف استهلاكاتي، أقدر أدفع الكهرباء والمية والحاجات. صحيح، أقدر أعمل شوت داون للأنظمة بتاعتي لو أنا على سفر، أقدر أدفع الباركينج فيز بتاعتي لأن أنظمة الباركينج في العاصمة سواء كانت أون ستريت أو أوف ستريت كلها هتبقى مدفوعة بريبيد، هتبقى من خلال هذا النظام. كل الخدمات هتبقى خدمات بيبرليس ان شاء الله، مستهدفين الكلام ده في العاصمه. ازاي هنأهل الناس انها تستخدم التكنولوجيات الكتير دي اللي موجوده في العاصمه الاداريه وخصوصا انها جديده علينا؟ ده اللي احنا بنستهدفه من الشراكات. يعني احنا شراكاتنا النهارده مع شركه اتوس واحد منها من احد اهدافها ان احنا نؤهل المهندسين اللي عندنا اللي هم هيؤهلوا بدورهم صف تاني عشان يبقوا قادرين على استيعاب هذه التكنولوجيا وتشغيلها وصيانتها وادارتها ان شاء الله. اللي هو احمد، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا والف مبروك على الاتفاقيه، وإن شاء الله نشوف العاصمة الإدارية دايماً في تطور. شكراً، إحنا دايماً بنسعد بلقائك. شكراً.